مثل اليوم المستشار الخاص لوزير المالية والميزانية أخونا كاسر مثل الوزير في مناسبة الانطلاق الرسمية لبعثات المراقبة والتفتيش إلى أقاليم البلاد المختلفة بحضور المفتش العام للوزارة ومنسق قوات دعم النظام المالي في تشاد العقيد عثمان أدم دكي. حسن جد عمر. إن مهمة بعثات المراقبة والتفتيش التي وضعتها وزارة المالية والميزانية والتي أطلق عليها اسم حملة صفر للخسارة جاءت تنفيذا لمطالب الحكومة الخاصة بمكافحة التهريب واختلاس المال العام، تفتيش جميع الإدارات التابعة لقطاع المالية والميزانية في البلاد كالضرائب والجمارك وغيرها هي أولى خطوات عمل هذه البعثة المدعومة بمنسقية دعم النظام المالي في تشاد والتي يقودها العقيد عثمان أدم ديكي. وأثناء هفل انطلاقة أنشطة بعثات المراقبة أشار المفتش العام لوزارة المالية والميزانية كولاماي ديلا إلى أن هذه البعثة ستكون في ثلاث مناطق لم يتفوه باسمها، ذلك حفاظا على سر المحنة وعمل البعثة، داعيا السلطات المحلية بكل المناطق التي تتوجه إليها هذه البعثات إلى تسهيل كل الإجراءات ومساعدتها في تنفيذ مهامها، كما دعا البعثة إلى احترام الآداب العسكرية لتنفيذ ما أوكل إليهم بأكمل وجه، مطمئنا إياهم بأنهم يحظون بالدعم الكامل من الحكومة. اليوم البجيه الوقت فينانسنا. وفي نفس الإطار اتخذت وزارة المالية والميزانية قرارات جمركية جديدة من أجل تحسين الدخل ورفع الصعاب عن التجار خاصة في المحطات الجمركية، وذلك بوضع الرقم الأخضر 700 المجاني. وفي هذا السياق فقد تعبر بعض التجار عن آرائهم حول هذا القرار الجديد. والبعض قرار ده أنينا ندوره مرة وقرار ده شيء يهل لنا مشكلنا لأن هلا الفروض ده إذا طبق الحكومة، لكن هسا أنا النفسي ده متشكك، عندي ما يكون عندي شك، عندي فوق شك. لو قرار ده طبق إن شاء الله رسير يكون 100%. بالنسبة للبراف فيردا أستشف الترانزيتير والتجار كل مشككين، يعني شو والله ما يصير، لأن قبل كده الإدارات الجوفات برضو عنطور البراف فيرد وقد لقينا ترانستير دو تجار سواء كان ترانستير تود أبراز الاقتصادي كان لقيوا صعوبات ده أننا قسمنا نمرو فير كان حدود تناشات كله وداخل كله عندنا جزء كادري كله عندنا نمرو فير ده نمرة شفنا، لكن ما نقول مشكلة، الحمد لله شغل المكون جديد ما لبه ما لقينا، لكن لينا علينا نشوفه كيف بقدروا بوافقوا معنا بهل الحلف، بقدروا بوافقوا معنا بهل الحلف عشان نقدروا ننادوا أي مشكلة لقينا جريمة نقدر ننادوا. وعندنا نقول لترانزيتير خليه امبورتاتير بورس بيجيب الشغل المكتوب في دول شغل بريان جابا عن ترى ترانزيتير خليه تبقى 100%. ترانزيتير ما كارير يسوي فروض ده خليه يقف برا. نبرو سيتسا دانيدا أرباط ميرك رجما أكرين يعني كتير درب ده قايدين سبات قام لغي ترى خليه قرارو يشيلا وقت سبات لغي ترى وقتية نناري، لكن قرار كما ينقص ده ما نقدر لنا هرمو قرار كما يقدر يشيلا ده يشيلا وراه ما والحمد لله بدها سحسانا ونادانا عندنا الرقم أنينا مايا نتصلوا لو هو يخدم أنينا عندنا نيا نخدمه نخدمه 100%. الرقم دا يقدر يسيل لنا العمل 100%. ندور للوزير عشان يوقف مش الفرونتير هنال أدري بول فدا من بعدين من ليبيا الجيج فرونتير دا كله يوقفه والسير ده يطبق 100%. نحن الفين جمعنا نطفو ده اي واحد يطفى عشان في وطن ده كلنا سواسة في تسلم اليوم امير اللجنة الدائمة لتنظيم الحج والعمرة جنرال ادريس دكوني الدكير تسلم مهامه رسميا من الامير السابق صالح برم علي في مناسبة ترأس مدير المكتب المدني رئاسة الجمهورية عيسى علي طاهر. تقرير محمد حسن عبد الرسول.
تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 17 الصادر بتاريخ 10 من يناير عام 2018، والذي ينص على تعيين الجنرال إدريس دكون الدكير أميرا للحج خلفا للأمير السابق للحج المستشار صالح برمع علي. فقد ترأس مدير المكتب المدني برئاسة الجمهورية عيسى علي طاهر المناسبة الرسمية لحفل تسليم وتسلم بين الأمير السابق والجديد للجنة الدائمة للحج والعمرة. في خطابه بهذه المناسبة، الأمير السابق للحج والعمرة صالح برمع علي شكر رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو على تعيينه على رأس لجنة الحج والتي استمرت 6 أشهر، مثمنا بجهود الفريق الذي عمل معه خلال تلك الفترة. من جانب الأمير الجديد إدريس دوكوني الدكير قدم شكره لرئيس الجمهورية على تعيينه على رأس اللجنة. عايز نشكر رئيس الجمهورية في كل السنة عند الرئيس الجمهورية عند أخبار لأن الحجاج التشادين تعبانين وقاي بتعب عشان ده جابانا عشان نحل الكلام ده. المشكلة ده هنا برانا ما نقدر نحل صحيح عندنا جهودنا، الرئيس الجمهورية خط شوى حق فوقنا. هنا نطلب من كل التشعدين لو كان فيها ناس يمشوا الحج السنة 2018 هنا عايزين نبدو من شهر 2، عشان كده نطلب من كل الحجاج هنان 2018 خلي بسمو عديل هنا ديجا نفك الحج تم 2018 في شهر 2. نادم دوسي حقا ما ديبوزي في وقت الانين نورو ده سنة ده ما نشولو. من جانب مدير المكتب المدني لرئاسة الجمهورية عيسى علي طاهر قال إن رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو شخصيا يتابع عمل لجنة الحج والعمرة، وقد لوحظ في السنوات الأخيرة بأن الحجاج يواجهون العديد من الصعوبات، وإن هذا الفريق الجديد يقع على عاتقه مسؤولية عدم تكرار مثل هذه الأخطاء السابقة، ولا بد من ضرورة توفير سكن لائق للحجاج التشاديين كبقية حجاج العالم. وفي نهاية المناسبة تم التوقيع على محضر التسليم والتسلم. نظمت مساء أمس كلية علوم الصحة البشرية بالتعاون مع معهد البحوث الحيوانية من أجل التنمية نظم مؤتمرا نقاشيا حول الصحة الموحدة، كان ذلك بقاعة محاضرات كلية الطب التابعة لجامعة أنجمين. ياسر محمد أحمد. يجيء هذا المؤتمر النقاشي الذي نظمته كلية علوم صحة الإنسان بالشراكة مع معهد البحوث الحيوانية من أجل التنمية تحت موضوع الصحة الموحدة. في مداخلته البروفيسور السويسري جاكوب زينغستاك تناول آثار الصحة الموحدة في ترقية صحة الإنسان، وقال إن المواطنون الرحل يعانون بعض الصعوبات في الوصول إلى خدمات صحية لهم ولمواشيهم، لذا يجب أن يكون فريق بيطري وآخر يهتم بصحة الإنسان لكي يتابع الرحل. وأشار البروفيسور جاكوب زيستاك أنه خلال عامين 2012-2013 تم تطعيم أكثر من 20,000 كلب ضد داء السؤر، وذلك من أجل وقاية المواطنين من انتقال هذا الداء إليهم حتى بعد موت الكلاب. ومع ذلك فإن هذا لا يكفي لأن عداد الكلاب في تزايد يوما بعد يوم، وهذا ما يتطلب المزيد من الجهود في هذا الإطار. فيما تناولت الأستاذة سالوم دير صحة الكلاب وأثرها في السؤر، وقالت أنه لا بد من تطعيم الكلاب وحمايتها وتوفير الصحة لها حتى تتماشى حياتها مع الإنسان دون أذى يلحق بالطرفين. أما موضوع الصحة الموحدة في تشاد والجوانب حول السل فتناوله الدكتور أنغوندولو بونغو موضحا أهمية البحوث حول السل في توفير الصحة الموحدة النوعية للمواطنين، وهو أمر تسهر من شأنه الجهات العليا. كما تم تناول في الفقرة الأخيرة من هذا المؤتمر النقاشي دكتور فايز أبكر المراقب الفعال والمستمر لصحة الإنسان والحيوان. كما شهد المؤتمر أسئلة واستفسارات من قبل الحضور ورد عليها المؤتمرون. قدم مساء أمس رئيس الجمعيات التشادية ضد العنف حديثا صحفيا تناول من خلاله الدور الذي تقوم به تلك الجمعيات في هذا المجال، نتابع. هنا الجمعية التشادية ضد العنف نطلب من كل التشادين أهم حاجة خل الفورم السنال يكون طيب ويكون يعني مهما يكلف لمصلحتنا بلدنا، ونقول فعلا يعني ممكن يتابع الحكومة بطريقة سهية. الحكومة قررت تعمل الفورم وأسا يومين سمين الوشواش تبع البارتي بوليتيك جديد بعجو يعني دارين يعملوا البايكوت، لكن نطلب من كل
تشادية وكادي كالفورم ده في مصلحة تبع بلدنا، عشان ده الحكومة يعني دور الفورم ده يكون بطريقة سلمية. وكل حاجة يعني الرئيس الجمهورية إدريس ديبيد نور قرر ده يعمل شيء لمصلحة تبع البلد، لكن نطلب لكل كادي. رياضيا، تم تعيين المدير الفني للفيدرالية التشادية لرياضة الكاراتيه متر شان ويشان عضوا في بعثة حكام الدول الأفريقية، كما حظي بميدالية أفضل حكام القارة الأفريقية عقب تعيينه في هذا المنصب. عباس بكر مصطفى. مطلع عام 2018 عام تميزت فيه الرياضة بالإيجابية، سيما رياضة الكاراتيه، وخير دليل على ذلك تعيين المدير الفني للفيدرالية التشادية لرياضة الكاراتيه عضوا في اللجنة الحكام على مستوى القاري في مجال الكاراتيه. مشل في دور سو مشل شامبيونات وكذا، كان ما عندك البيتر ناس وايدين، كان اتلت دول كان يلعبوا ادير يقول يسرق دول يسوق مهم كذا، لكن كان عندك نادو ما في كوميشن، كان اتلت انا كواي جاي في تفيد الناس زي كافو ما يسرقوا كما مشل اجره دول يتو سارك يسرقوا بوينت دول شنو دول ما يقدروا يسوق. كما ان تعيينه سيسهم في تطوير الرياضه على مستوى البلاد. كان نادو دول ك دول يمشي قدام ده الى يخدم، كان تقدم أدلة تقدر تمشي قدام، لكن كان ما تقدم ده ما يكون كل إسبور كل كي دورة كده، بس كان تقدر تسيكيد ما أدلة إن شاء الله على قوله يودي قدام. عقب تعيينه ماتر شان وينشان عضو لجنة الحكام على مستوى قارة الإفريقية، حيث شارك في الألعاب وحاز بميدالية لأفضل حكم على مستوى دول الإفريقية في مجال رياضة الكاراتيه. كادو ده تروفي الفيدراسيون مونديال أنتانا وده للألبيتر دول، أنا أفريق أنا أفريقيا البيج ألبيتر أدير في كي كده في كونتينا ده خمسة بس، وأنا ده أنا كات أنا أربعة أنا ألبيتر أنا أفريق ده عشان دوت أنتونينا. فيما يخص بموسم الكاراتيه القادمة، ستقوم باستضافة هذه التظاهرة الرياضية دولة رواندا، فقد أودها ماتر شان وانشان بأنه يعمل على تطوير الرياضة.